أول مكان دخلناه طبعاً مكان مغلق، تشوفي حوض الأسماك، كل شيء تشوفيه، مثلاً القرش تشوفه طالع لك من الزاوية فجأة، تقعد مع الأهل والتصوير. بعدين رحنا هذا المجرى المياه، طبعاً يكون في فصل الشتاء كله جليد، لكن التصوير هذا كان في فصل الصيف، فالوضع متغير. وهذا المكان طبيعة وشلالات، وفيه قاعدة، وفيه مكان الغداء أو العشاء تصوير. وطبعا هذه الأسماك تقدر أن أنت تصيد أي سمكة، وهم يطبخوها لك مقابل مبلغ مادي بسيط جدا جدا، يعني 30 ريال سعودي تقريبا. وهذا المكان من جهة ثانية، طبعا هنا الشلالات من فوق تنزل، لكن مثل ما قلت لكم اللي يبغى يستمتع يروح فصل الصيف، لأن فصل الشتاء يكون كله متجمد وثلج. مطاريق، مطريق، عبود، يلا اللي يطلع عبود، وين عبود؟ هذا عبود اللي يمشي وحده. بعدين دخلنا هنا مكان الحياة برية الحيوانات، عزكم الله، الخفافيش قدام، وعلى اليسار هنا يسمى الوشق، وأكبر أنواع القطط. وآخر شي هذه الغابة اللي ساكنين فيها، وهذا كوخنا، ونطلع نتمشى نغير جو.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
السلامة.